مشاهدينا بدي احييكم مع بداية هالأسبوع. ما بمر يوم إلا ما بيكون في شيء إضافي بيزيد على معاناة اللبنانيين، وآخرهم كان موضوع بطاقات السفر أو تذاكر السفر. وحاليا طبعا مع ارتفاع سعر الدولار عند الصيارفة، ومثل العادة لما بيكون بلد فيه سعرين للدولار أكيد كل الأمور بدأت تختبط ببعضها، رح تختلط على الناس وعلى كيفية استمرارية حياتهم ومشترياتهم بما فيهم تذاكر السفر. فنحن منتأمل اليوم قبل بكرة إذا الدولة أخذت قرار بجدولة الديون، بيكون كتير منيح إذا كمان بتاخد قرار بتثبيت صرف الدولار، يكون عنا يعني سعر واحد. بنفهم وصرنا فهمانينا انه المصارف تشتغل على العرض والطلب، كثير منيح، ولكن كل حياتنا ما فينا بين ليلي وضحاها نصير على الليره اللبنانيه اللي نحن بنفتخر فيها واللي بدنا نتعامل معها وبدنا نقويها، ولكن بشكل تدريجي حتى كمان ترجع الامور تنتظم الى حد ما. بفتكر هيدا مطلب اساسي اليوم عند كل اللبنانيين. بدايه مع المعلومه، لكل المخالفين والمعتدين على شبكات المي ضمن نطاق استثمار مؤسسة بيروت وجبل لبنان طالبين منهم التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بغية تسوية أوضاعهم ضمن مهلة شهرين قبل البدء باتخاذ إجراءات قانونية لازمة. حبيت خبر هذا الموضوع حتى الناس تعرف، لأنه مريت من أهم الإجراءات القاسية اللي تتخذ أنه بيلتغى العيار، وإذا التغى العيار بده يرجع الواحد يدفع كل ما عليه، يرجع يقدم العيار جديد ونرجع لمعاملات من أول وجديد. متابعات بمتابعتنا لليوم، رح بلش مع الضمان. اليوم المضمونين بمركز ضمان حلبة تفاجأوا لما راحوا على المركز بوجود أوراق ملصقة داخل المركز بتطالب المستفيدين من الضمان بشأن تقديم طلبات، طبعا استشارات أدوية وقبض شيكات المساعدات المستحقة لهم بدءا من تاريخ 1/4/2020 بإبراز إفادة من المؤسسة اللي بينتمي إليها المضمون بأن سددت كامل اشتراكاتها بالضمان، وبحال لم يستطع المضمون الحصول عليها يحرم من حقوقه، ويمتنع المركز من استلام استشارات الأدوية من المضمون أو تسليمه للشيكات المستحقة له، وفق ما أفادت طبعا اليوم المعلومات يلي وردت من المركز. طبعا هالشي أثار إرباك كتير لدى المضمونين، وهيدي لأول مرة يمكن بتصير بتاريخ الضمان. نحن دغري اتصلنا بالإدارة بإدارة الضمان الاجتماعي ووعدونا رح يعالجوا الموضوع بسحب طبعا هالملصق، وهذا الإجراء ما بدأ تطبيقه، ما صدر فيه أي تعميم رسمي بشأنه حتى يتطبق بحلبة أو بغير حلبة. بالنسبة لموضوع الثاني بمتابعتنا، خريجي كلية العلوم في الجامعة اللبنانية يلي اتصلوا فينا، اتصل أحدهم فينا الأسبوع الماضي وعم بيقول نحن تخرجنا من 3 سنين لهلأ بعد ما عنا شهادة التخرج. نحن اتصلنا بإدارة كلية العلوم بالفنار وعرفنا من الإدارة أنه كل الدبلومات على الورق موجودة كلها يعني من لغاية 2019، ولكن حتى يحصل عليها الطالب الخريج بده يجي أو شخصيا أو ولي أمره أو يكون عامل وكالة لحدا حتى يسحب هالشهادة الورقية، لأنه هيدي ما بتنطبع إلا مرة واحدة. أما لخريجي عام 2019 طبعا بيتأخر إصدار هالدبلومات الورقية، لأنه بده يمضي رئيس الجامعة وتروح على وزارة التربية، يعني في إلى ديمارش شوي هيك آلية بدها تعمل برمتها روتينية. إن شاء الله بنوصل لوقت مبعوث فيها الروتين هيدا، وأكيد يعلن عنها عن جهوزيتها. حبيت أوضح هذا الموضوع ليلي سألونا عنها، يعني عن هالشي. اتصالاتكم مشاهدين على 04-444-444. بأخذ أول اتصال لليوم. ألو ألو ألو، في حدا على الخط بس يمكن مش عم يسمعني. الو الو
الو الو إيه الو الو معي طلال السوق من شوي فات. اهلين. اوكي مستر سوق. اوكي الو يعطيك العافيه. اهلا معي طلال السوق من شوي فات. اهلا استاذ طلال. اهلا انت الو يعطيك العافيه. استاذ طلال انت اللي معي على الهوا هلا لانه في في خطين بفتكر ما بعرف شو صاير. بدك توطي التلفزيون من عندك صوت التلفزيون لقدر اسمعك لانه على دينتي عم بسمع الرطور. استاذ طلال انت معي؟ نعم نعم. بدك توطي صوت التلفزيون عندك لانه عندي رطور على دينتي ما عم بقدر اني عم بسمع صوتي مش عم بسمع صوتك. نعم معك يعطيك العافيه. تفضل تفضل. وطيت وطيت. اوكي تفضل تفضل شو عندك؟ من بعد امرك عندي بناية مرخصة طالعة رخصتها من طالعة رخصتها من بلدية شويفات. نعم. ومسجلة بالسجل العقاري ومفرز العقار ومباح وواقع على الطريق العام. نعم. واقع على الطريق العام. واقع على الطريق العام؟ نعم مفرز ومباح وفيها سندات وهي البناية على الطريق العام. بدي اقدر اوصل على عقاري ما اقدر اوصل. ليه؟ واللي احلى من هيك في الا طريق تاني عاطينهم بلديه شويفات رخصه زراعيه لشخص من شويفات وما قادر اطلع بسكرها الزلمه بدي طريق بيتي فبنتصل برئيس البلديه لحتى نحكي معه ما فينا نواجهه لرئيس البلديه لانه خمس ست مرات يا بيكون مريض يا بيكون ما بعرف كيف بدنا نتواصل معه. شو رايك بالعقاب؟ بدك تروحي على القضاء. نعم. فكيف انا بدي اروح على القضاء يعني ما بعرف هي مشكله بلديه وما قادر حتى اطلع اجرائي وما قادر احكي ممنوع كاننا عايشين نحن يعني استاذ طلال بمعنى اخر انه انتم هالمبنى اللي عندكم اياه مرخص ومفروز ومدفوع كل يعني كل المستلزمات كل الرسوم عليه ولكن الطريق لتوصل لهالعقار هيدا ما فيك لانه البلديه عاطي رخصه زراعيه يعني على الطريق اللي بتوصل على بيتك ما فيك توصل على بيتك لا بالأجر ولا بالسيارة هيك بفهم من حضرتك؟ عندك رقم العقار أو رقم شكوى حتى نتابعها مع بلدية الشويفات؟ مسيو تسوقي بعدك معي؟ ترك إن شاء الله يكون ترك رقم تليفون نرجع لأنه أنا إذا بدي راجع بموضوع بدي رقم العقار بأخذ اتصال آخر؟ ألو بونجور بونجور مسيو تفضل ألو بونجور بونجور أهلا مدام ريبيكا صديق البرنامج بتعرفيني ايه تفضل انا بما انه برنامجك هو الحل عنا انا اليوم بكل اللي عم بسمعه وبكل اللي عمالي بلمسه عمليا التهويل على العالم ما بقى لازم يحصل في حل لقصة اليورو بونز وتحويلها وهلأ عم بعطي سكوب حل للام تي في ولا برنامجك بالضبط ومن له أذنان فليسمع مثل ما عم بيعملوا بأي موضوع الدين اللي علينا هو دين داخلي أكثر منه خارجي اللي بيقدروا بيعملوه وما يقولوا ما حدا قال لهم أو ما حدا دل لهم بيكونوا هن حاطين لبادي قدام عيونهم لازم يقسموا إذا اضطروا أنهم يدفعوا من الأموال الموجودة بمصرف لبنان يدفعوا نصها ويخلوا النص الثاني عندهم تحت لي ما يفضى دولارات من المصرف المركزي وتحت لي ما يصير في تلاعب بسعر الدولار مثل ما عم بيصير هلا إلا يومين نطوا من 2200 صرنا بال 2450 2500 صباح اليوم صحيح فإذا الحل إنهم بعد استشارة البنك الدولي أو أي مؤسسة أخرى فيهم يقسموا بالنص يوفوا وقسم بالنص يعني بمعنى آخر بمعنى آخر جدولة يعني جدولة الديون إذا بدنا نوفي الكل نعم يروحوا في جهات دولية بتعطيهم 5 و10 مليار دولار بيتفاهموا هن وياها من دون ما يورطونا بديون مع ضرائب عالية يعني بمعنى آخر خليني أنا لحظة رح اعطيك تحكي السلع بالسوبر ماركت نعم وين هي وزارة الاقتصاد وين هو وزير الاقتصاد وينني انا مدام عليا عباس بحترمها كثير لانها انسانه صادقه
وشغيلة. بس إذا ما عندهم كفاية عالم لازم لما بيطلع الدولار بيطيعوا هالسلعة. طب لمن بينزل ليش ما بينزلوها؟ طيب أنا اللي عم بقوله صديقي اللي عم بقوله أول شغلة جدولة الديون. يعني أنت عم بتقول بمعنى آخر إنه مش دفع الديون كلها، جدولتها دفع قسم منها وترك قسم آخر، هذه بتصير بالمفاوضات. هلأ حاليا في استشارة من النقد الدولي واصل وفد منهم بفتكر بهاليومين. بالنقطة الثانية والأهم اللي هي كمان لتقل أهمية هي مظبوط قضية الحماية المستهلك وقضية المواطن اللي اليوم ما عم يقدر بقى يشتري المستلزمات. نحن عم نطالب من الحلول يلي عم نطالبها يكون عنا سلة غذائية مدعومة، لأن نحن إذا واصلين لمرحلة تقشف أكتر، صعوبة أكتر، تحديات أكبر، مفروض يكون عنا سلة غذائية مدعومة. هيدي يعني لكل العائلات، يعني خصوصا الناس يلي اليوم ما أنا قادرة تأمن ربطة الخبز كتير مهمة. هلأ أكيد إذا ما في اليوم العدد الكافي لحماية المستهلك وللمراقبين، كل مواطن هو خفير، كل مواطن بيقدر يساعد حماية المستهلك. نحن كلبنانيين قادرين نساعد بطريقة أو بأخرى. أنا بشكرك. بأخذ اتصال آخر. ألو. بونجور مدام. بونجور مدام رابيكا. أنا من شي 3 أشهر بعتلك مكتوب، أنا فرنساوي لبناني، بخصوص بدوير العكارية جورج خلف. نعم. 860 علي غربي. نعم. اتصلت فيك من شي شهرين، قلت لي ما عم بيردوا علي هدول بالدوائر العكاريه. ليك لك شغله، من شهرين لما حضرتك بعثت لي هالرساله صار في بسبب الظروف. نعم. بسبب هذه الظروف يلي كلنا عشناها، الثورة والانتفاضة، البرنامج واقف يعني شوي، صار يطلع بفترات متقطعة جدا، ما خليني إذا بدك بوقت أكون أجور أكثر. يعني أنا بشكرك، رجعت ذكرتني بقضيتك، لأنه قد ما عم تتراكم المشاكل منفكر حالنا انه في مشاكل نحن حليناها وتابعناها. فانا عذرك يعني عذرني، بس رح ارجع اشوف الموضوع واتواصل مع دوائر العقارية فيه. يعني رجعنا هلا بشكل يومي، يعني ما عدنا بشكل متقطع، لانه ما تقطع اسبوع ما نطلع ولا مره. اذا كنتوا عم تتابعوا البرنامج تعرفوا نحن مرينا شوي بفتره ما كنا اجور. اذا بدك هلا عم نرجع شوي شوي، عندي فاصل ومنتابع. نتابع الحلقة عنا بياخد اتصال، وهالمرة من دبي. ألو. ألو. أهلا مسيو، تفضل. بونجور. بليز بس بدي أقول لك، نحن كلبنانية صرنا عم نشتغل حاليا برات لبنان، لأنه بلبنان ما في شغل. نعم. بس في عنا شغلة إنه عيالنا حاليا بلا ضمان. في ضمان الشخصي يلي بيندفع له بالضمان مصاري. ضمان اختياري. ضمان اختياري، نعم. بيقدروا عيالنا إذا لا سمح الله صار عليهم شيء، جد عليهم شيء، يفوتوا على المستشفى أو يتحكموا على الضمان. ونحن مستعدين ندفع كل شهر شو بيطلع علينا الرسوم، ندفع ونقدم مثلا ورقة عقد العمل يلي نحن عم نشتغل فيها برا، ويتسجلوا عيالنا بالضمان. يعني لإلك شهر ضمان. نعم. لأنه ما عم نشتغل بأسعار عالية برا، يعني ما يفكروا أنه عم ياخد معاشات عالية جدا. عرفت عليك كيف؟ نعم. هذا اللي أنا عم بقترحه، إنه عيالنا كلنا صار نحنا طلعنا من أشغالنا وعيالنا بلا ضم وعيالنا بلا ضمان. عرفت عليك كيف؟ ما عم نقدر نحكمهم. لا أقول لك شغلة حتى ما أخرج، إذا عم بتتابعني على عم بتتابع البرنامج، الضمان الاختياري للحقيقة لما نوجد للفئات الشبابية حتى تدعم إذا بدك الفئات العمرية، لأنه ما عنا ضمان شيخوخة، ما عنا هذا النظام، عنا إياه على الورق والوعود، ما عنا إياه للأسف الشديد. فاللي صار إنه الكل تهافت على الضمان الاختياري بما فيهم مين بقي فيه اليوم. يعني عنصر الشباب لما بيكون في بطالة بوقته وما كان في أشغال ما دخل على هال سيستم. من هيك اضطرت إدارة الضمان توقف قبول طلبات انتساب للضمان الاختياري، واكتفت بالناس اللي هي مواظبة كل 3 أشهر على دفع 270 ألف ليرة كل شهر.
وهلا بنظامهم كمان كل حدا بيتاخر عن دفع ال 270 الف كل 3 اشهر عم يعني بشكل تلقائي عم يخسر هذا الضمان الاختياري، مع العلم حتى يقبضوا الفواتير والمستحقات عم تبقى سنه، يعني ما في معامله بالمثل اذا بدك. هلا حتى يرجعوا يفتحوا شيء اسمه ضمان اختياري لعنصر الشباب أو لعنصر العائلات يمكن صعب شوي، لأنه هلأ الصندوق ما عم بيغذي حاله بقى من التزامات المضمونين الاختياريين، عم يضطر الضمان الاختياري ينطروا كمان سلفات حتى يدفعوا المستحقات من فواتير وغيره، بس دايما الأولوية للأمراض المستعصية. يعني هالاقتراح هو سليم، ولكن بالواقع الحالي بلبنان ما بعتقد إدارة الضمان رح تفوت فيه. والشغل الثاني يلي اليوم ما عنده تعاونية، ما عنده ضمان، ما عنده جهة ضامنة أو مش قادر يعمل تأمين، عم بيكون على حساب وزارة الصحة العامة. حتى تكون واضحة عندك الصورة. بأخذ اتصال آخر. ألو. ألو. أهلا تفضل. ما حدا قلت لي هلا إيه معك سرت تفضل معك تفضل عم بسمعك. شو عندك؟ انا اسمي ملحم فيليب وحمد. اهلا استاذ ملحم. اخوات من 141. عندنا اشتراك بالماي، او عندي الماي عندنا بالعيار تبعنا ملك، يعني بي ملك وشيري من زمان. يعني هيدا ملك خاص مش مرتبط بمؤسسة أو بالدولة بتدفع عليها، ما هيك؟ لا. أوكي. بدفع أنا تدفع رسوم عليها هي، بس هو من زمان هيدا شيري، أول ما إجت المي على برمينا شيري اشترى عيار والمي معه اللي هو متر. نعم. كنت أدفع أنا سنويا 122 ألف، ضليت ادفع هيك على 5 سنين او شيء من النوع، بعدين صار 135، واخر مره دفعته يعني السنه الماضيه كان 144. نعم. رحت السنه بدي ادفع على شو في علي بالماي، طلع 350 الف ضرب وحده، من 144 ل 350 ألف. إيه بس مستر حمد، أنت السنة الماضية فاتورة السنة الماضية مفروض تكون دفعت 345 ألف. إيه عم بقلك، إيه عم بقلك السنة الماضية ها دفعتها. إيه لأنه دفعتها يعني ما كانش طلع القانون هيدا. لا طلع القانون بالألفين، بلش 2019 رفعوا الرسم، رفعوا رسم المي وبالوقت. نعم تكون واضحة عندك، يعني اليوم متر المي بمياه بيروت جبل لبنان صار 345 ألف من سنة الماضي، يعني هن سنة كانت 300، كان أقل من 300، زادوا له سنة الماضي يا 49 ألف يا 50 ألف لصار هيك. عم تفهم علي مسيو؟ لا نعم. يعني نعم. أنا عندي معي وصل من شركة المي ها ب 344 ألف. طيب 144 ألف صحيح سنة 1919. أوكي 2019 وهيدي مع رسوم بزيد عليها كم طوابع وغيره. هيدا هو السعر الحالي لمتر المي بمياه بيروت وجبل لبنان، هذا السعر الحالي. بدك تفاصيل أكثر بنقدر نتواصل معك ونفسر لك مستر حمد. أوكي تواصل. طبعا تواصل على فيسبوك الحل عنا يلي نحن دايما عم نتلقى عليه اتصالات، نتلقى عليه مش اتصالات يعني كمان شكاوى مع صور مع غيره. فواردني مجرير وشلالات بشارع 57 عم شيط، عم نشوف الصور بلدة الحضارة، وبيختموا شجعوا السياحة البيئية في لبنان خصوصا عمشيت، شجعوا الاستثمار في عمشيت ولبنان المزرعة والفساد، هذا لبنان 2020. للأسف اليوم أكيد نحن رح نتواصل مع البلدية لنشوف ليه هالصرف الصحي عم بيكون على الطرقات. يعني بعرف عمشيت مش بس بلدة حضارة وثقافة، بلدة تراث كمان،
يعني ما بتصور انه اكيد بده يكون في شيء مشكله, ونحن رح نعرف من البلدية شو هي المشكلة ورح نتبعها الأكيد. وبدي أذكركم دايما أنه فيكم دايما تتواصلوا معنا على فيسبوك الحل عنا. مبدئيا أغلب الأمور يلي عم تجي على على الفيسبوك الحل عنا عم تكون أمور سياسية, عم بتكون آراء سياسية. أنا ما عندنا مشكلة, أهلا وسهلا, ولكن طابع البرنامج خدماتي إنمائي اجتماعي اقتصادي أكتر ما هو طابع سياسي. من هيك متأسفة أنه ما بقدر طلع كل شيء عم يوصلي على فيسبوك الحل عنا, لأنه أغلبيته أخذ طابع سياسي. منتابع الحل عنا عبر الام تي في, باخد اتصال. ألو 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 بونجور. ايه بونجور, كيفك ستري بك؟ الحمد لله, تفضل. معك فادي. نعم معك فادي. فادي أهلا مسيو فادي, تفضل. تفضل. اوكي, اول شيء حابب ضوي على موضوع معين اللي هو موضوع الاسكان, يعني ايه تفضل. نعم. الاجراءات اللي اتخذت نعم. بمصرف لبنان وبكل نعم. المصارف وقت اللي بلشوا يعطوا فوائد عاليه للناس, نعم, بالاخص المقاولين اللي كانوا يعمروا ويبيعوا, كانت الفوائد 8-9% 10% كانت بعدها مقبوله. لما علوا هالفوائد لل 17% وما فوق, صار الشخص اللي بيعمر بيستثمر امواله ما عاد بيستثمرها, لانه عم ياخذ زيت, عم ياخذ فايده بتطلع له اكثر ما بيطلع لما بيكون عم بيعمر ويرجع يبيع. نعم. في منهم متدينين حتى يعمروا, في منهم متدينين من البنوك حتى يعمروا. من هيك اليوم في كتير ناس عم بالتشيك مصرفي عم يشتروا عقارات او بناء او شقق, حتى واصحاب هالشقق اللي واقفه عم ياخذوا هالتشيك بونكير عم بيسددوا في دين. يعني مش الكل كان عندهم الملاءه انهم يعمروا بمالهم الخاص بدون الرجوع للمصارف. أوكي. تفضل كمل مسيو فادي. هذا الموضوع بالنسبه نعم. للاشخاص اللي كانوا عندهم نعم. الملاءه. نعم. عندنا شغله تانية, انا كمتعهد انا عندي شركه تعهدات وكان نعم. عندي حوالي 40 شخص, انا كان كل الاكيب تبعي اخر فتره لبنانيين. نعم. المعلمين اللي بيشتغلوا معي والعمال كانوا كلهم لبنانيين. نعم. هلا كله قاعد بلا شغل. نعم. بس بالنسبه للكونترايات نحن عاملينها, المطارح اللي كنا عم نشتغلها وبعدنا عم ننفذها لهلا, كونترايتنا كلها نحن بناخذها من زمان بالدولار. نعم. لانه عندنا المواد الاوليه بنشتريها بالدولار, العده بنشتريها بالدولار, أكيد. تصليح المعدات تبعنا بالدولار. عم نوصل لمشكلة هلا, الدولة موعتنا بمشكلة كبيرة انه سعر الدولار بالبنوك 1515 لل 1520 حسب. نعم. إيه نعم. واصحاب المشاريع اللي عم نشتغلها عم ننفذها, عم نوصل لمشكلة كبيرة, ما عم نقدر نقبض الا 1515. يعني يا ما بنقبض مصرياتنا او بدنا نوقف شغل, مش هيدي مسيو فادي, يعني وقعونا بالنص هلا. هيدا مثل ما صار امبارح بتذاكر السفر نفس الشيء. لاحقا ان شاء الله بنقدر نعمل شيء عن هذا الموضوع, لانه كل القطاعات, لانه البلد كل شيء مدولر فيه, ما فينا بين ليله وضحاها يصير باللبناني وفي التزامات. لاحقا رح نحكي بالموضوع. انا بشكر اتصالك وبعطيكم موعد بكره دائما عبر الام تي في الحل عنا.